السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة، قناتكم فسحة. قبل البداية مرة يعني لا بأس أن أذكركم بالدعم، اللايكات والتعليقات والبارتاج مسائل جد مهمة، خصوصا في الأيام الأخيرة. واحد الهجوم، يعني واحد الحملة شعواء، سواء على القناة ولا على الصفحة ديال الفيسبوك، حيث تم توقيف الصفحة لمدة 24 ساعة عن النشر، ولحد الآن باقي معلقين للبلاكة الصفراء. المهم، هذا ليس موضوعنا، يعني فقط أريد أن أذكركم بأهمية الدعم. يعني ماشي شي حاجة اللي يعني عبطية ولا عبثية راك كديرها وصافي، ما عندها حتى شي معنى. لا، بالعكس عندها معنى، وكتوفر حماية للقناة. المهم أن خبرنا الذي جئت أكلمكم عنه، يعني بالأمس شاهدت فيديو للأخ ريان برا. هذا الأخ ما عرفتش واش عارفينه ولا ما عارفينوش، كيوتيوبر ريان برا، كتبها بالفرنسية، راه غادي تلقاه. يعني هو يعيش في إسبانيا وكيدير فيديوهات، يعني أغلبية التغطية ديالو على الوباء والتداعيات ديالو، اقتصادية اجتماعية، يعني ما جوارهما بالنسبة للناس الإسبانية. لكن ما نشره بالأمس ما عندوش علاقة غير بإسبانيا، عنده علاقة بجميع دول العالم وبالتوجه. يعني فالخبر كانش يعني هو شار ليه وعلق واحد الصورة ديال مصدر الخبر بالزربة، وخا بالإسبانية مشيت قلبت على ذاك العنوان وقمت بترجمة هذا الخبر الذي أعتبره خبرا كارثة. وحتى بالنسبة للناس اللي ما باغينش يفهموا التوجه العالمي فين غادي، ممكن يفهموا دابا، ولكن لا أظن أن الجميع سيفهم. لحقاش كاين شي ناس وخا كيفهموا، يعني عندما تتعرض عقولهم يعني لواحد الهجمة شرسة من طرف الإعلام، يعني وخا كتكون الحاجة أنت كتشوفها كذوب، يعني مع التكرار، يعني قلبتي دوزيام تلقاها، قلبتي الأولى تلقاها، قلبتي ميدي أن تلقاها، هذوك الإذاعات أثروا على بعض اليوتيوبر الآخرين، كتمشي لإذاعات قنوات في يوتيوب كتلقى لا كورونا 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 كورونا، ورفع الإحصائيات ورفع الأعداد، وبنادم كيتخلع. هذا النوع من التخويف، يعني أرى ومن رأيي المتواضع أنهم يحاولون دفع الناس أو إقناعهم يعني بأخذ اللقاح بشكل إجباري. هادشي في الدول الأخرى، أما المغرب راه كيعطيوك ليباري وما كتعرف حتى شنو كيعطيوك بشكل إجباري. هذا الخبر يتكلم على أن الشركات لي فابريكون دو فاكسان كونتر لو سارس كوف دو دوموند او غوفرنمون ليمينيتي ليغال كونتر ليفونتويل افي انديزيرابل، يعني أن المصنعين ديال هذا اللقاح يطلبون من الحكومة الوقاية أو الحماية أو الحصانة القانونية، يعني بشكل قانوني، يعني من أي عواقب أو آثار جانبية قد تترتب على أخذ اللقاح. يعني غادي يديروا لك اللقاح إجباري، غادي تضرب اللقاح، يقول لك المعنى ما نديرو لك، خصنا نحاصرو، خصك تضرب اللقاح، حتى لا ما كانش بشكل اجباري، كيكون مثلا كما كيديروا بحال دابا هاد التجربه ديال التنقل عبر الدول، مثلا ما يمكن لك تنقل حتى دير تحليله اجباريا، حتى تستوفي بعض الشروط، حتى لما بغيتي تاخذها بخاطرك، الا بغيتي تسافر خصك تكون ضارب الفاكسان، الا بغيتي دير كذا خصك تضرب الفاكسان، بغيتي تدخل السينما خصك تضرب الفاكسان. هذا هو التوجه العالمي. اما المغرب قلنا لكم راه ما غاديش يتشاوروا معاكم، راه غيستفوكم وغيبقاو هاك باباك هاك باباك هاك باباك. قلنا انهم يطلبون الحصانه او الوقايه القانونيه، الحصانه كتسمى الحصانه، المهم انا ترجمتها كما هي ليمينيتي ليغال، الحصانه القانونيه ضد اي اثار جانبيه. يعني ضربت يديك ليبرا، يعني نقصات لك المناعه ديالك، شغلك هذاك، ما عندكش شكون تدعي، صافي. الا خرجوا لهم شي قانون انهم يحميهم من هذا الشيء، مرض لك القلب ديالك، جاك سرطان، جاتك السيده، متي كاع، يعني الى درجه انك الى متي ما تسال حتى شي حاجه، ما تسال على الضف خبزه كي كنقولوا. يعني هم يطالبون الحمايه القانونيه، هادو الناس اللي كيصنعوا الفاكسا. هذا ما يعني ماذا يعني؟ هذا يعني ان الناس اللي كيصايبوا هذا الفاكسا اصلا ما متاكدينش من الفعاليه ديالو وشنو هي الاضرار ديالو. يعني وبالاسبوع الماضي ايضا كنت نشرت واحد الفيديو على الصفحه، لان ليس كل ما انشره على القناه، لحقاش ما يمكنليش نشر اي حاجه لقيتها مفيده، وسينو القناه غادي تصطف 24 ساعه. ف
فهاد الفيديو فيه طبيبة أمريكية تتكلم، يعني هي من الفريق ديال الناس اللي كيصايبوا لي فاكسان، قالت لك أن كاين واحد الطريقة، واحد الوتيرة استعجالية غريبة وغير عادية، والإصرار دي على أنهم يخرجوا اللقاح في واحد الوقت قياسي مع تجاوز تخطي بعض المراحل اللي هي ضرورية خصها تدار قبل ما يخرج اللقاح للسوق واللي تعطى للناس. ومن بين هذه المراحل التي تم القفز عليها وتم تجاوزها هي المراحل التجريبية، يعني أنك تشد ذاك الفاكسان ولا ذاك اللقاح كتجربه على فار، كتجربه على حيوان، فكتنتظر النتائج واحد المدة معينة، يعني واحد السنة ولا هذا، عاد باش كتشوف يعني خلال ديك السنة ولا أو أكثر في بعض الأحيان، واش كان شي آثار جانبية على ديك الحيوان ولا ما كانش آثار جانبية على ديك الحيوان. يعني ناهيك إلا كانت الآثار مباشرة فكيحبس داك الشيء، كيشوفوا شنو اللي ماشي هو هذاك. أما إذا كانت آثار جانبية بعيدة المدى ما كانش حتى شي آثار، كيدوزوا يعني كيشوفوا متطوعين، يعني بعد سنة يشوفوا متطوعين كياخذوا دوك لي فاكسان وكيشوفوا حتى هما واش عندهم شي اثر ولا ما كيدوش، كيكون بانش عليهم شي اثر. فاذا ما بانش عليهم الاثر عاد، ولا كانت شي اثر اللي هي خفيفه وفقط كتكون عند اشخاص اللي عندهم واحد الصحه اللي هي ضعيفه شي شويه، فمن بعد عاد كان نقدروا نسوقوه ونقدروا نخرجوه للسوق ونعطيوه للناس. فهذه المراحل كلها سيتم تجاوزها، ماشي سيتم، تم تجاوزها. لذلك فهاد المصنعين، الشركات المصنعة تريد حماية قانونية، والشركات المصنعة ديال اللقاح ديال كوفيد يعني أغلبها مرتبط بمؤسسة بيل غيتس، يعني ما كان يسمى مؤامرة ويسمى تخريفا، يعني ولينا كنشوفوه بعيننا، ولا زال الناس يعني أو بعض الناس يصرون على أن كلمة مؤامرة هي ملجأ الضعفاء أو ملجأ الهبل والناس اللي ما عندهم عقل. فغنبقاو حنا يعني بنادم يستحي أن يتكلم على هذه الأشياء حتى النهار اللي غنجيو نلقاو راسنا أمام واحد الأمر واقع، اللي غتصبح يعني إنسان مجبر على أنك يتم ضخ مواد أنت لا تعلم ما هي داخل جسدك، وساين الوقت شنو غادي تبين، شنو المرض غيبان فيك ولا شنو غادي يزرعوا لك لداخل، شريحة ماشي شريحة، إبادة جماعية ولا إبادة جزئية للبشرية. هذه الأشياء يعني واردة من خلال الحرب العالمية الثالثة التي تكلم عليها العديد من الخبراء، والتي لن تكون حرب أسلحة كما هو الحال في الحرب العالمية الأولى والثانية. نمر للمغرب، حيث أن يعني شفنا، يعني كنشوف لكم أنا آخر ما حدث باش ما نهضروش على مثل هذه الأحداث التي تكررت. يعني كتشوف أن القاعات التي يتم تجميع فيها المرضى ديال كورونا بطريقة توحي أنه داخل المستشفى اللي هو خصو يكون زعما واخد الإجراءات، المرضى يكونوا لابسين الكمامات، يكون تباعد بيناتهم، ماشي جمع لي 20 وحدة في شومبرا تا وحدة ما لابسة الكمامة، ما كاينش تباعد بيناتهم. يعني إلا كانوا هادو مرضين وحدة في عمرات وغتبقى مخشية في وسطهم، فلا شيء يوحي بأن الناس أصلا مرض، يعني خدامين تياكلوا ويشربوا وتيشطحوا. الفيديو راني نشرته أيضا على الصفحة بالأمس. يعني هذه ليست أول حادثة، ورغم ذلك كيجمعوا الناس، وكما سبق وأن أعلنت يعني أعلنت واحدة من أفراد عائلة واحد الضحية اللي قالت أن الوالدة ديالها دخلت المستشفى بأسفي، ما كانتش مريضة بكورونا، ولكن رغم ذلك كانت كتلقى يوميا واحد الحقنة اللي هي ما عارفة شنو فيها، وطالبت الطبيب أنهم باش يعطيهم الحقنة يعرفوا شنو فيها، ما عطاوهاش. فبسبب تلك الحقنة، قالت لك أمها كانت صحيحة ما عندها شي حاجة، توفيت بعد عدة أيام. فهل هاد الناس اللي كيديروا لهم التجمعات ويقول لهم عندكم بؤرة أجي نجمعوكم في المقر الفلان الفلاني وكيعطيوهم ليباري، واش كيجربوا فيهم ولا شنو؟ يعني هادوك اللي هضرنا عليهم كيطلبوا الحماية القانونية، هادوك بلاد برا، بلاد فيها قانون وما يمكنلكش أن تجبر بدون يعني واحد النص قانوني الناس على أنهم ياخذوا واحد الحقنة، حتى بالنص القانوني ممكن الناس يتظاهروا ويخرجوا ويرفضوا. يعني هاد الناس هادو اللي كيجمعوهم وكيبقاو يعطيوهم.
في الحقن وكيوكلوهم ويشربوهم ويسوقون لنا في الاعلام في الاعلام على ان الناس عندها كورونا وما عندهاش كورونا يعني، والاعداد ترتفع من 50 حاله في اليوم الى 800 حاله في اليوم، وعاود تنزل لك ل 70، يعني ما كاينش واحد المنطق يحترم فيما يتداول داخل الاعلام. المعطيات ملي كتجي كتقارنها ما كاين حتى شي حاجه محترمه بعضياتها، وما كاين حتى شي حاجه كتشبه لبعضياتها. كيجي كيقول لك الصلاه في المساجد ممنوعه لمده معينه، وخص التباعد والجماعه ما تكونش، وصلاة العيد حتى هي ما تكونش، لكن يعني داخل الاسواق الشعبيه كتلقى بنادم ما كاين لا احترام للكمامات ولا كذا، في وسط مرجان بنادم معرم وكذا، في وسط الاسواق ديال الحواله بنادم معرم، لي بلاج بنادم مشربح. كاينه واحد المدينه معينه عاود رشقات لهم عليها، كيقول لك لا هاد المدينه عاود ما يخرجوش عاوتاني. يعني ما كاينش منطق، ما كاينش معايير. يعني هناك ربما، ماشي ربما بل الاكيد، كاين مصالح يتم استغلال يعني الناس تحت هذا المسمى ديال كورونا باش يعفيوا على مدينة ويخرجوا الناس انهم يحركوا الحركة التجارية في مدينة معينة، ويحجروا على ناس في مدينة معينة لتمرير رسالة معينة او لحصار يعني مقاولات معينة ما دخلاش في الحساب ديالهم. ما عارفينش بالضبط شنو واقع، المهم ان ماشي كاين خلل، كل شيء مخلط مع بعضياته، وحتى حاجة ما شاد الطريق. يعني انا الى غاية اليوم لا زلت لا أؤمن بهذه الأرقام التي المهولة التي يعلنون عنها، وأعتبرها يعني سلاح للتهويل ولتخويف المغاربة ولتمرير قوانين ولإخضاع ناس لمثل هذه التجارب، ويكونوا فئران تجارب يعني في ظل واحد الغيبوبة التي يعيشها الشعب المغربي. انا هنا وصلت الخبز للفران، وما عليا اهم خبر هو هذا اللي كنت ذكرت لكم، يعني وما يسري يعني في اي منطقة في العالم سيسري على المغرب، لكن الطريقة التي يسري بها في المغرب طريقة متوحشة، يعني مضاعفة 10 المرات على الوحشية اللي غادي تقدر تكون في اوروبا ولا في اي دولة اخرى. المغرب بلاد بلا قوانين، بلا دستور، بلا حكومة، بلا شعب. الشعب لا يعتبر شعبا بل يعتبر قطيعا، يعني نقولها بصريح العبارة هكذا يتعاملون معنا. لذا فانا يعني انصح الجميع ان ياخذ حذره، وكل واحد العقل ديالو في راسه يتصرف كيف بغى. المهم انا اللي عليا كنحس براسي ان كاين واحد الرساله خاصها توصل. بغيتي تيق تيق، بغيتي تبحث على المصادر قدامك، ما فيك ما تبحث، بغيتي تهكم تهكم. المهم اللي عليا انني شحال من حاجه كنقولها يعني، وكنسبق لها يعني في واحد المده معينه، وكتدوز 3 شهور 4 شهور كنرجعوا لنفس الهضره اللي كنت قلت شحال هذه، واللي ضحكوا عليها الناس في الاول. ولكن يعني الناس اللي كتخدم السيرفو ديالها، وكتخدم البديهه ديالها، وكتخدم حتى البصيره ديالها، راه كتفهم شنو جاي، وكتعرف اشنو واقع، وان ما يحدث في العالم حاليا ليس بالشيء العادي، ويجب يعني عدم تسليم عقلك لوسائل الاعلام الرسميه اينما كنت، ماشي غير في المغرب، ولكن في المغرب يجب عليك ان تاخذ حذرك مضاعفا 100 مره. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. السلام عليكم.